ولمناقشة اعتراف رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بأن قطر تدعم خططه للتغيير الديموغرافي في المناطق التي احتلتها تركيا بالشمال وشرق سوريا. ينضم إلينا من باريس إبراهيم مسلم، أكاديمي وباحث سياسي. أهلا بك دكتور إبراهيم. أهلا بك وبمشاهديك. أهلا بك. إذن التغيير الديموغرافي في شمال شرق سوريا يتم بتمويل قطري من خلال انجرارها وراء المطامع والغايات التركية، ما هي أبعاد هذه الخطوة والتي تتضمن في طياتها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب؟ طبعا الذي يشارك في تمويل الإرهاب هو يعني أيضا شريك في الإرهاب في المنطقة. طبعا هذا الدعم الذي تقدمه قطر ماديا ماليا من أجل التغيير الديموغرافي ليس وليدة هذان الأمرين أو زيارة التي قام بها أردوغان إلى قطر، وإنما هي منذ أن وضعت المنظمات القطرية وبالتحديد هلال الأحمر القطري منذ عام 2013 وقبلها حتى في مناطق شمال حلب كان سابقا يتم دعم المجموعات الإرهابية المتمثلة بجبهة النصرة ومن ثم تنظيم داعش الإرهابي بشكل سري عن طريق تركيا. طبعا المال مقدم من قطر وتركيا هي التي كانت توصل هذه الأموال وشراء الأسلحة إلى آخره، لكن يبدو بأن هذه العلاقات التركية القطرية أصبحت واضحة للجميع وأصبحت تطبق عمليا على الأرض. يعني تركيا تحتل الأراضي بدعم مالي من قطر ومن ثم تقوم دولة قطر بالبنية التحتية وإنشاء مساكن من أجل إنشاء مستوطنات في المنطقة، وذلك بغية التغيير الديموغرافي في المنطقة ربما للمستقبل، كون هناك بحسب ما صرح به أردوغان ستكون هناك اتفاقيات اقتصادية إلى آخره، ربما الغاز القطري سيكون له دور من أجل تمديد الأنابيب لكي تمر بهذه المناطق. فعندما يتم تغيير الديموغرافي للمنطقة ستصبح هذه المنطقة موالية لتركيا، وبالتالي مستقبلا من أجل تنفيذ مشاريعهم الاقتصادية. إذن دكتور إبراهيم، تسويق الغاز القطري إلى أوروبا. أنت أشرت بأن العلاقات التركية القطرية أصبحت واضحة. طيب، عداء قطر لشعوب سوريا وعدائها أيضا لمعظم الدول العربية وقربها بالمقابل لتركيا، يعني تغريدها بهذا الشكل خارج السرب العربي إذا صح التعبير، إلى أين سيؤول مصير علاقاتها العربية من جهة ومستقبلها الدولي من جهة أخرى؟ يبدو أيضا هناك موضوع آخر، موضوع النظام الموجود في قطر، يعني هو نظام إخواني، فكلنا يعرف قطر على خلاف مع دول الخليج، وبنفس الوقت قطر أيضا هي على علاقة جيدة بإيران، يعني حتى العلاقة الوسيط الذي يجمع تركيا بإيران أيضا هم القطريون. فقطر يعني لا تقتصر فقط ماليا بدعم الحملة العسكرية التركية، وإنما تدعمها إعلاميا يعني من خلال قنواتها. فالمحور السني المتوثل بإخوان المسلمين الذي يجمع قطر وتركيا وأيضا يجمعهم بالنظام الإيراني القائم، يعني هذا أمر غريب. يعني بعض الباحثين والأخصائيين بشؤون الشرق الأوسط يسمونهم محور الشر، يعني قطر مثلث الشر، قطر إيران تركيا. فتركيا تريد عن طريق يعني عندما يعني من إذا لاحظتم في خلال زيارته طلب أردوغان من أمير قطر بأن يعملوا على حل الأزمة الخليجية، يعني وهي التي سببت تركيا هي التي سببت في هذه الأزمة من خلال تواجدها العسكري. يعني الوجود العسكري التركي في قطر لماذا؟ ضد من؟ ما دامت قطر على علاقة جيدة مع إيران وكانت على علاقة جيدة مع دول الخليج، فوجودها من أجل يعني عندما تتكلم بهذه الطريقة تريد أن تكسب شعوب هذه المنطقة، شعوب خليج العربي، من أجل أن يقوموا بثورات
ضد يعني قادتهم. وصلت الفكرة. أيضا وجودهم ليس مقتصر على قطر وسوريا، وأيضا ليبيا أيضا وأيضا بعض الدول الأفريقية. فعداء قطر للشعوب المنطقة يأتي من سيطرة أو من نظام الحكم الإخواني. فكلنا يعرف المعارضة السورية الآن تحت سيطرة الإخوان المسلمين، وهذا التيار قريب جدا من جبهة النصرة وتنظيم قاعدة. يعني عندما يشتد الأمور كلهم يتحدون ضد، يعني إذا رأينا إلى المشهد السوري، يعني منذ تدخل تركي منذ 2013 و14، يعني كان ذاك الوقت تدخل التركي لم يكن واضح المعالم، يعني كانت تدعي بأنها تدعم الثوار إلى 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 ما هنالك. لكن في الحقيقة ما الذي حصل؟ منذ أن تدخل تركيا عسكريا والقطريين ماليا، أغلب المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة أصبحت تحت سيطرة النظام والمجتمعات. أشكرك دكتور إبراهيم، يعني أشكرك جزيل الشكر، واعذرني لضيق الوقت. دكتور إبراهيم مسلم، أكاديمي وباحث سياسي، كنت معنا من باريس.